يوجد فيه أعمال يدوية ورسومات وغيرها من الأشغال اليدوية. طبعا كافة هذه الأشغال يتم جنيها ووضعها في هذا المعرض لتكون دعم ومساهمة للصندوق الخيري الذي سيعمل على تأمين مستلزمات وحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن اليوم في مدينة منبج، هذا المعرض أول مرة منذ تحرير مدينة منبج يكون معرض خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم العالية. كل ما نقوم به هو لدعم ونساهم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، سندا لذوي الاحتياجات الخاصة، ونقوم بدعمهم بكافة الأشكال من خلال هذا المعرض ومن خلال ما يتم تسويقه خلال يومين. المعرض سيتم افتتاحه لمدة يومين، وما يتم تسويقه خلال يومين سيكون في خزينة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هذه الخزينة يتم دعمهم عن طريق المشاريع سواء كانت استثمارية أو سواء كانت علمية مهنية ثقافية. سيتم تقديم كافة الخدمات من خلال هذا المعرض ومساهمة أهالي مدينة منبج، مساهمة كافة الإداريين والمؤسسات والشخصيات التي تسعى لتقديم الدعم وتقديم الأعمال الخيرية في هذا المعرض، متمنين لهم دوام الصحة والعافية. والله مشي معي كرهان الدنيا كلها، أنام تعبان أقعد تعبان، ما بشي عيزبط. طول بالك أخوي، لازم يكون عندك روح معنوية وإرادة قوية لنقدر نكمل بهالحياة. إرادة قوة؟ من الإرادة من القوة من الجيم؟ ما عايشين بهالحياة لازم يكون عندنا حلم، يكون عندنا أمل ونسعى لتحقيق حلمنا، ما لازم يكون يأسانين ونخلي هالدنيا تكسرنا. تعرفين إنه كلامك يريح؟ شكرا. العفو صديقي، ما نحن أنا إنسانة وأنت إنسان، نحن بشر مثل بعض، لازم نتساعد ونتعاون على الحياة عشان نقدر نعيش ونقاوم بهالزمن الصعب. الله يوفقك يا رب، والله يقويك بصحتك، شكرا. العفو صديقي، توصي شي؟ سلام.